السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي جريدة أكبر الأوفياء. مع الأسف الشديد، إن لله وإن إليه راجعون. أنتم تتابعون معنا مباشرة من مقبرة الشهداء هنا بالرباط بحي تقدم أو اليوسفية، تشييع جثامين ضحايا حادث سير المحامون الذين يذكر أنهم كانوا في طريقهم إلى أحد وقفات الاحتجاجية، لكن قدر الله ما شاء فعل أن يتوفوا في حادث سير. فكما ترون أمامكم متابعينا الكرام جنازة ممكن أن يقال عليها جنازة يعني كبيرة، وحضور شخصيات وازنة لا في المجال الفني ولا المجال القضاء، أو شخصيات معروفة في مواقع التواصل الاجتماعي لتشييع جثامين هؤلاء الضحايا لهذا الحادث السير مع الأسف، ونتمنى لهم الرحمة والمغفرة بإذن الله. إن لله وإنا إليه راجعون. فتابعوا معنا متابعينا الكرام. كاين معنا حتى واحد Thank you.
وجلس على شفير القبر وبدا ينظر الى القبر الذي نحن نراه ترابا او رمالا او حجرا وحصى، ولكن حقيقته ما قالوا عليه الصلاه والسلام: القبر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفار النار. طيب السؤال المطروح: من الذي يجعل قبرك روضة من رياض الجنة أو يجعل حفرة من حفار النار؟ ما هو الجواب؟ عمله. ولهذا المؤمن الذي آمن بقلبه عقيدة وآمن بلسانه قولا وآمن بجوارحه عملا وتطبيقا، بمجرد ما يثبت عن الجواب في سؤال القبر بعد أن ثبت عن معنى الأسئلة في الدنيا، لأن الذي أجاب هنا سيجيب هنا. خذوا قاعدة: الجزاء من جنس العمل. الذي أجاب في الدنيا عن الأسئلة الثلاث هو الذي سيجيب عنها في قبره. لا تنفع الثقافة ولا ينفع المنصب ولا ينفع أي شيء، وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. لما يثبت مؤمن عن الجواب في قبره بعد أن ثبت في الدنيا عن العمل بمضمون تلك الأسئلة، ينادي عليه رب العزة والجلال ويقول له: أن صدق عبدي. صدق مرتين، في المرة الأولى في دنياه بعمله، وصدق في قبره بجوابه: أن صدق عبدي. انظر ماذا سيقع في القبر، فيقول الله عز وجل: أن صدق عبدي، فأخرجوا منها جنة والبسوا منها أجل وافتحوا له بابا. فيتحول قبره في صدقه في الدنيا وصدقه في قبره إلى ماذا؟ إلى روضة الجنة. والعكس، الذي ظل في الدنيا وصلت غايته الدنيا وانشغل بها عن دينه وآخرته، هذا مشكلة هي هذه الآن التي ينبغي أن تجعلها نصب عينه. وقال صلى الله عليه وسلم: لما جلس على سبيل
صور شوف من الذي يبكى تأثر من منظر القبر يعرف ما لا نعرفه واخبرنا ما يحدث للقبر. يقول راوي الحديث انتبهوا معي يقول راوي الحديث فبكى حتى ابتلت لحيته بالدموع ونزل على الارض حتى بدت ترى. ثم قال عليه الصلاه والسلام بعد رفع بصره السماء وقال يا اخواني يتكلم عن من؟ مع امته يا اخواني فدخل لمثل هذا فعل لمثل هذا فعل. واذا كان اخر ما اقوله وكان اخر ما نزل من القران اتدرون اخر ايه نزلت من القران ليس فيها حرام وليس فيها حلال انتا الحرام والحلال بقوله تعالى يوم اكملت لكم مائده حجه وداع اخر ما نزل من القران آية من الله عز وجل يوجهنا إلى هذه الساعة إلى مكة. عجيب هذا الأمر. القرآن كله، الإسلام كله، الحياة كلها من أجل هذا اليوم. آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى: واتقوا يوما هذا ترجعون فيه. أنا غادي نختمها. واتقوا يوما ترجعون. طيب لماذا جاء الله؟ ثم الآية. ليس الموت نهاية. ليس الموت نهاية. إنما الموت وسيلة لينقلك من دار الموت إلى دار. هؤلاء الرجل رحمهم الله رجعت لهم روحهما، أي رجعت لهم حياتهما بمعنى أنهما أصبحا أحياء وسيسمعون قرع النعال عندما نرجع. لماذا نرجع إلى الله؟ قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون إلى الله. قال بعدها: كل نفس أنت مرهون بعملك يوم لا ينفع مال ولا بنو أبناؤهم معهم الآن أصدقائهم لا يدعوا اتقوا يوما ترجعون في الله ثم توفى كل نفس ما كسبت يا إخوان لا إلى هنا أجل شيء أن يبقيه هذا هو الختام ديالي ندعو لهما بما نفعهما وأن نتذكر وأن نتذكر نحن بمجيئنا لأن المقام مقام أن نتذكر وجودنا إلى الله. أنت تقول عندما تدخل أنتم السابقون جبناهم جبنا ونحن إن شاء الله إن شاء الله حقيقة صدق من قال كل ابن أوتار يوم على عالم فإذا حملت لكم رجالتك هل
Thank you.
فكما تتابعون معنا متابعينا الكرام في هذا الجو الحزين، ف لا مجال للتعليق في قدام هذا المشهد هذا اللي امامكم، فهو غني عن كل التعريف، فهو كيتحدث على نفسه لا اله الا الله محمد رسول الله، انا لله وانا اليه راجعون. ف للتذكير فقط متابعينا الكرام، نحن مباشرة من تشييع جثامين ضحايا الحادث السير، المحامون الذين كانوا في طريقهم إلى أحد الوقفات الاحتجاجية، فمع الأسف الشديد قدر الله ما شاء فعل، راحوا ضحية حادث سير، راحوا ضحية حرب الطرقات. فما لنا إلا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنا إليه راجعون.